أعلنت السلطات الصحية السودانية مقتل 17 شخصا في ضربة جوية في جنوب الخرطوم، وشهدت الخرطوم قصفا واشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتأتي أعمال العنف هذه غداة تأكيد شهود تعرض وسط أمدرمان لقصف جوي من سلاح الطيران التابع للجيش. وفي وقت سابق تحدثت لجان المقاومة المحلية عن وقوع وفيات وأضرار في مناطق عدة. وتثير أعمال العنف في دارفور قلقا متزايدا، وحذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ما يشهده الإقليم قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. من الخرطوم مرحب بالسكرتير العام لنقابة الأطباء في السودان الدكتور عطية عبد الله. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عطية. أبدأ معك بالوضع الإنساني والوضع الصحي في مستشفيات السودان بشكل عام، وكيف يمكن وصف عملية هذه المستشفيات وخدمتها في ظل هذه الظروف؟ مرحبا بكم. في البداية خالص تعالي جماهير الشعب السوداني وأمنيات الصحة والعافية لكل الجرحى والمرضى وعودة حميدة لكل الموجودين. نعم، النظام الصحي يترنح وأيضا يعني نعاني يوما بعد يوم، والحال هو من سيء إلى أسوأ. يعني تزايد هذه الضربات وهذا القصف في عدة مناطق إنما هو يعني مؤشرات لشلل النظام الصحي الذي نراه قريبا. للأسف الشديد في جنوبي الخرطوم اليوم، وكما ذكرتم هي أكثر من 17 شهيدا حتى اللحظة، وأكثر من 15 مريضا بعضا منهم حالته حرجة. هذه الظروف يعني تحتم على الكادر الطبي القليل جدا والذي يعمل في ظروف فالقة التعقيد. يعني نحن نتخوف في مقبل الأيام أن يكون لدينا نقص حاد في عدد الكوادر الطبية العاملة في هذه المستشفيات. هذه الظروف الأمنية الغير مساعدة للكوادر الطبية وانعدام الممرات الآمنة تشكل مشكلة كبيرة جدا في استمرارية العمل الطبي والعمل الإنساني على الميدان. كذلك هنالك عوامل أخرى، وهي يعني انقطاع التيار الكهربائي. بالأمس وحتى صبيحة اليوم خرجت مستشفيات عدة في ولاية شمال كردفان من الخدمة لانقطاع التيار الكهربائي. أيضا هنالك في ولايات دارفور هي تعاني أيضا من نقص حاد في الإمداد. وصلت يعني القوافل الإمداد إلى مدينة الفاشي في شمال دارفور، ولكن يعني لم تصل إلى بعد إلى الأربع ولايات دارفور الأخرى. ولكن بعد وصول هذه الإمدادات نحن يعني نتخوف من استهدافها، وأيضا نتمنى وصولها إلى مستحقيها في المستشفيات. من مجموع المستشفيات دكتور عطية، من مجموع المستشفيات العاملة على أراضي السودان، النسبة التي تعمل بكامل طاقتها التشغيلية والاستيعابية، هل نتحدث عن خروج مستشفيات بشكل كامل عن الخدمة؟ بالتأكيد نحن يعني خرجت يعني أكثر من 65% من المستشفيات المحادية للمناطق الاشتباك من الخدمة، وما تبقى هو يعمل بشكل جزئي. يعني حتى خلال اليوم يتوقف عدة مرات لظروف التي ذكرتها سابقا وثم يعاود. يعني بعض من المستشفيات تعمل أقل من يعني 10 ولا إلى 12 ساعة في اليوم للظروف التي ذكرناها، والتي يعني تشكل عائق أساسي في تقديم الخدمة وأيضا استمراريتها. لذلك الحل الأوحد الذي نتمناه هو وقف هذه الحرب العبثية فورا، وأيضا فتح الممرات الآمنة وعدم استهداف الكوادر الطبية. نعم. وإلا فنحن مقبلون على فصل. نعم. أعتذر منك، ولكن سأدخل الآن إلى ملف الإصابات والقتلى تحديدا، ارتفاعها وتحذيرات من مقتل العديد من الأطفال خلال هذه الاشتباكات أو في مناطق معينة، وبالتالي الإحصائية الموجودة لديكم لعدد القتلى من الأطفال، هل هناك إحصائية واضحة يمكن الحديث عنها وأسباب الارتفاع في هذه الحصيلة؟ بالتأكيد هي الحصيلة كبيرة جدا تشكل أرقام مخيفة جدا، ولكن يعني للأسف الشديد هذه الحرب لم تفرق ما بين الكبير والصغير والرجل والامرأة. يعني أعداد الأطفال في ازدياد كبير جدا. يمكن الإحصاءات التي ننتظرها من ولايات أكبر
حتى المصدر الإحصائية النهائية، ولكن بالتأكيد هذه الأرقام يعني لا يستهان بها، هي لشهداء سودانيين وهذا الدم السوداني الذي لا تمناه أن يحصل له. نعم، هذه إحصاءات إنما هي إحصاءات الذي نتحدث عنها إحصاءات ليست مكتملة، إحصاءات تمثل فقط رأس جبل الجليد، لأن يعني لا زالت هنالك صعوبات في نعم. أعتذر منك، هناك تقطع في الصوت دكتور عطية، هناك تقطع في الصوت، لا أعلم إن كنت تسمعني، ولكن أخيرا وسريعا في أقل من دقيقة دكتور عطية، نتحدث عن الوضع والسيناريو الآن لهذه المستشفيات وللوضع الصحي بشكل عام، إلى أين سيذهب وهل هناك أي مساعدات يمكن الحديث عنها كانت قد وصلت إلى السودان؟ إلى حافة الانهيار، هذا الانهيار الذي نراه قريبا جدا، وهو يشكل يعني يعني ما في الحقيقة لا نتمنى ذلك ولا نرجوه، ولكن هذه الحقيقة المرة. لذلك يعني ما يمكن تقديمه حتى اللحظة هو إيقاف هذه الحرب وتفعيل المساعدات وإيصالها، وإلا فنحن مقبلون على فصل خريف الذي أيضا هو نحن نتخوف من كوارث إنسانية وطبيعية قد تحدث هناك. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. السكرتير العام لنقابة الأطباء في السودان الدكتور عطية عبد الله، كنت معنا من الخرطوم.